يعلنها مرة أخرى الكابتن الكبير كابتن محمد فاروق رئيس لجنة الحكام المصرية. كابتن محمد أهلا بيك مرة أخرى. كابتن أهلا بيك. أنا السؤال آخر سؤال أنت سألتني، أنت بتقول أنت مأخر الإعلان عن التعيين. الإعلان لا أنا أقول لحضرتك مش مأخر، أنا إحنا عاملين تمرين بكرة الساعة 7 تمرين للحكام. عظيم. فأنا عايز أطمن على الحكام بعد التمرين إن الأمور كلها كويسة وإن مفيش أي مشكلة عشان لما أعلن يبقى أنا بعلن وفق في التدريب إحنا عملناه للحكام. عظيم جدا. حضرتك انا سمعت ليك تصريح النهارده تحدث انه كل الامور متاحه وانه ممكن حتى الحكام اللي اداروا مباراتي نصف النهائي ممكن هم اللي يديروا مباراه النهائيه ومباراه الثالث والرابع، لسه عند رايك في هذا الامر ولا خلاص انت حسمت امرك ان الحكام اللي ما قدروش مباريات هم اللي هيديروا المباراه اللي جايه؟ لا لا لسه لغايه دلوقتي برضه عندي، يعني احنا وارد جدا اي حد يكون موجود بكره في المباراه، وده اللي احنا يعني اكدنا عليه في بدايه البطوله للحكام عشان يبقى كل حكم عنده طموح وعنده من الطموح ان هو يكون موجود في المباراه. وهم النهارده حتى كان في التمرين كنا عاملين تمرين بدني النهارده، مش عايز اقول لك بسم الله ما شاء الله كان الاداء رائع. بكره التدريب الاخير وبعد كده هيعلن ان شاء الله. طيب هسالك سؤال بقى، وفي بيننا دايما صراحه ووضوح يا كابتن محمد، دلوقتي الاثنين حكام المحترمين كابتن احمد الغندور والكابتن محمد معروف بيظهروا اعلاميا دلوقتي، هل ده معناه ان هو خلاص هم عرفوا ان هم مش موجودين في المباراه النهائيه؟ ما هو انا برضو اللي افهمه ان لو عندهم مباراه نهائيه اكيد مش هيظهروا دلوقتي. انا تحليلي صحيح ولا خاطئ؟ لا 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 خلاص. عايز اقول لك ان احنا يعني في ناس كتير قالت ان المعسكر والناس ما بتخرجش وما بتجيش، لا المعسكر احنا يعني السالم ممتنع. عندنا محاضرات مركزين في القاعه واحنا موجودين، عندنا تدريبات عمليه مركزين، بندي مساحه لان دول حكام كبار مش حكام صغيرين. فمفيش مشكله خالص ان هم بيطلعوا ويخرجوا، ودي كلها طبعا بتعليمات مننا، مفيش اي حاجه يعني خالص من حكم هو مثلا بيخرج بدون اذن او حاجه زي كده يعني. لا لا انا فاهم انه مفيش مشكله، وانا متاكد ان هو ظهور اي حد هيبقى من قرار من لجنه الحكام، انا بس توقعت يعني او حللت الامر انه ممكن يبقى مش موجودين في المباراه النهائيه. نادي الزمالك باسماء معينه قال انه في بعض الاسماء مش حابب ان هو يشوفها في النهائي، حاطين ده في اعتباركم ولا هتشوف الجاهز بس؟ لا لا مع احترامي لكل الانديه، لا طبعا النهائي احنا لا نتناقش في شغل الانديه ولا احنا بنقول ما تلعبوا حطوا مين وما تلعبوش مين، احنا مركزين مع نفسنا خالص وكامل الاحترام لكل الانديه المصريه. هل طلب منك بشكل ودي او رسمي انه يبقى طاقم تحكيم المباراه النهائيه يبقى طاقم تحكيم اماراتي او اجنبي؟ لا لا خالص نهائي، وانا النهارده قلت الكلام ده اكتر من مره، نهائي مفيش حد اتكلم معايا في هذا الموضوع. لم يطرح الامر خالص يا فندم؟ لا لا خالص تماما. طيب بعيد عن السوبر المصري، هل تحدث احد معك عن استمرارك كرئيس لجنه الحكام في الموسم الجديد ولا لسه في اصرار على وجود خبير اجنبي؟ لا لا هم مكلمين اللي انا موجود ومستمر معاهم يعني المجلس، يعني الكلام ده اكتر من مره يعني وانا معاهم واللي انا موجود مع الموسم الجديد يعني. طيب عايز اسالك على طبيعه عملك مع الكابتن ابراهيم نور الدين، في كتير من الناس انا بشوف لكم صور كتير في معسكرات مع بعض وفي احداث مع بعض، بس في كتير دايما يقولوا ان في خلاف بينك وبين الكابتن ابراهيم نور الدين، هل الكلام ده له اي اساس من الصحه؟ لا ما هي تمام الصحه هيبقى في خلافات ليه؟ حتى لو اختلفنا داخل الشغل للمصلحه العامه، لكن ما فيش حد فينا هيختلف لمصلحه شخصيه او حاجه زي كده يعني. نحاول ان احنا بقدر الامكان يعني نكون موجودين مع بعض في كل صغيرة كل كبيرة، لأن النجاح للتحكيم المصري مش لمحمد ولا لإبراهيم. هل ممكن نشوف حكم سواء حكم فار أو حكم مساعد إماراتي في المباراة دي ولا هيبقى طاقم تحكيم مصري بالكامل المباراة النهائية تحديدا؟ لا المباراة النهائية هيبقى طاقم تحكيم كامل مصري بالكامل. كابتن الكبير كابتن محمد فاروق رئيس لجنة الحكام المصرية، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة المهمة.